شكل بقى انه احلى بتاع 74 ولا بتاع هو حلو طول عمره. لا لا المدام بتقول قمر يا مدام، انا على فكره ده مش السؤال. على فكرة أنا مش بسألك يعني إجابتك دي، أنت بتقولي قمر، أنا ما بسألش كده، أنا بسأل في الحالتين قمر. حلو طول عمرك. يا مدام ما يصحش. معلش حضرتك جوزك موجود معانا ولا مش معانا؟ طيب هيشوف الحلقة على العموم. لا أنا حييه. حييه. وليد توفيق بيحيي حضرتك. على فكرة حلو دلوقتي حاول حاجة على اللي حصل دلوقتي عشان نضحك شوية بعيد. أول ما رحت سوريا غني كده ولد صغير، أول مرة أروح الشام والمحل مليان، فأول مطرب أخدت الميكروفون مش عايز أوقف كده زي الباقيين، عايز أخد راحتي زي ألفيس بريسلي عشان قالوا بيشبه ألفيس وبتاع أيامها. فأخدت الميكروفون وابتديت أغنيك، عندي أغنية اسمها أبوك مين ومغرم بعيونك. طب فحبيت أقلد الأجانب شوية، أقرب كده على الناس وأغني. قاعد واحد ومرته كده، مرته حلوة وهو قاعد بتبص لي، فانا انسى الاقي نفسي قدام الطاوله اللي هي ام عدي، فاقول لها ابوك مين يا صبيه اللي جوز ولك روح من هون ولا يخرب بيتك والله العظيم ارجع عشان ايه ارجع انسى يا منى والله العظيم انسى اقول ايه انا جاي انشتم هنا مش هكمل ارجع الف مش عارف انسى ارجع اوقف قدامه تاني وساكنه فين والله عليا والله العظيم لا اقول له مثلا اغنيه تانية مغرم بعيونك مغرم ولك يلعن ابو اللي جابك على البلد ولا الله العظيم عيم الراجل ده صار صاحبي دخل عندي جوا جاي عندي خلاص انا لازم اتخانق معاه فقال لي لا انا جاي اعتذر منك الله يخليك مرتي لو مليون حكت معك انه اعتذرت مش هفوت على البيت لو عامل لي رجال بس هو برضو يعني لو عامل لي راجل بس هناك قدام الناس تشتمني خدت تليفون كلمتها وصرنا اصحاب بس انشتمت يعني